بابا؟ بابا بابا اصحى، لازم تقوم بابا، يلا نرجع البيت. سيمبا، ايه اللي عملته ده؟ كان في بقر وحشي وهو حاول ينقذني، دي حادثة ما كانش قصدي فيها. طبعا طبعا ما كانش قصدك. ما حدش ابدا يقصد حاجات زي دي تحصل، لكن ملك الغابة مات، ولو ما كانش انت السبب كان فضل عايش. مامتك هتقول عليك ايه؟ اعمل ايه؟ اهرب يا سيمبا، اهرب 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 بعيد، واوعى ترجع. اقتلوه.